اسمعني لو سمحت، هو الترتيب ايه؟ باروت الضغط فيشل فين فيشل ايه؟ ارتري اهو. تقعد يا دكتور؟ اه يا دكتور مش حاضر. شكرا يا دكتور جدا. ادي الباروت الضغط. ادي الباروت الضغط اهي شايفينها؟ دي الباروت دي؟ ضغط البيضة دي، ده الباروت الضغط. وادي الفيشل ايه؟ فين؟ وادي الفيشل ايه؟ الفيشل ارتري بيدينا ايه؟ مانديبولار ليبيا لتحت اهو. ويكمل فيشل ارتري، يعني لو مسك ده تكتب فيشل ايه؟ ارتري. ويدينا ماكسيلاري ليبيال ارتري فوق اهو. امال ايه؟ ما هو الفيشل ارتري ده بيمشي كده طوالي، بيدي مانديبولار ليبيا لتحت اهو، مانديبولار ليبيا لتحت اهوت اهو، وماكسيلاري ليبيا لفوق اهو. وضحت كده الدنيا؟ تمام. خلاص شباب؟ تاني. اللي فوق دي الباروت دي ايه؟ اللي فوق دي الباروت الضغط اهي. البيضة دي اهي اهي، دي الباروت الضغط يا شباب، دي الباروت الضغط. الازرق ده الفيشل ايه؟ فين. والابيض اللي تحت ده ايه؟ الفيشل ارتري. يدي مانديبولار ليبيال ارتري ويكمل فيشل ارتري نفسه، يعني لو مسك ده فيشل ارتري ويدي ماكسيلاري ليبيال ارتري، ماشي مع الدور سلفاكال نيرف. يجي في المنطقه دي، المنطقه دي عشان يتحد الفيشل فين مع مين؟ هو بيدخل جوه يبقى دي فيشيال مع الفينا ريفلكسيا، يتحدوا مع بعض فيدخل يطلع هو فوق الباروت الضغط. يبقى اللي فوق ده اصبح هو الباروت الفيشيال فين، واللي تحت دي اللي هتبقى الباروت دي ايه؟ الباروت الضغط، هتيجي من تحت. تاني الناس دي شافت؟ طيب مجموعه دي تعبتونا يا سلام. ده مش كده. بص يا شباب، اللي فوق دي البيضه دي، دي الباروت الضغط اهي اهي اهي. في مشكله؟ دي مين؟ باروت الضغط. دي مين؟ الباروت الضغط دايما فوق، بتمشي كده من هنا اهو. بعد كده ده الفيشل ايه؟ فين اهو؟ ده الفيشل فين؟ وده الفيشل ارتري اهو اهو. الفيشل ارتري بيتفرع قدامنا ولا لا؟ بيتفرع ليه؟ مانديبولار ليبيال ارتري وبيكمل الفيشيا، يعني لو مسك ده في الامتحان فيشيال ارتري، يعني لو مسك ده فيشيال ارتري. الفيشيال ارتري يدينا فرع واحد فوق اهو، اسمه ايه؟ اهو اسمه ماكسيلاري ليبيال ارتري اهو. ده دايما واحد من الثلاثه دول، فيشيال ارتري، مانديبولار ليبيال ارتري، ماكسيلاري ارتري، المفروض يجي في الامتحان. تاني ادي الباروت الضغط، ادي الفيشيال فين، ادي الفيشيال ارتري. الفيشل ارتري يدي مانديبولار ليبيال ارتري، والفيشل ارتري نفسه اهو يكمل يدي ماكسيلاري ليبيال ارتري، ماشي مع الدورسال باكال نير. بعد كده الفيشل فين هو اللي يطلع فوق اهو ويدخل تحت المسيطر عشان يدي الديب فيشل فين اهو. يبقى بقى اصبح اللي فوق هنا في المنطقه دي مش الباروت الضغط، بقى الفيشل فين. في مشكله؟ هاتوا لي ريموفر في مسيطر وكفايه النهارده. انا بس بجيب بعض التريكات كده. ده الكرنت الكرنت لارينجن، ده الكرينيا لارينجن نيرف اللي بيروح يغذي اللارنكس. شدوا في عضله الحنجره، هات يا بنت الحنجره دي. مش في عضلة الحنجرة في كرينيا لارينجال نيرف بتشوفوه؟ هو ده. شو ده؟ شايفين ده؟ ده مين؟ ده اسمه ايه؟ اللي هو ده اللي انا ماسكه ده. طبعا في تركات هنا كتير هقولها لكم دلوقتي. خلاص خلينا شيل بس دي. انتوا جايبين ديك ديسكشن؟ طب بسم الله نبدا بس عشان نخلص. هنشرح مرتين برضو، مره كده ومره كده. عند الديب ديسكشن برضو في مجموعه ماسلز، مجموعه نيرف، مجموعه فين، مجموعه ارتري، مجموعه سليفر جلاند، مجموعه لينفينو. خلاص؟ طيب في تركه كده ممكن تيجي في الامتحان لو عمل كده، اكتب اسمه ايه ده؟ بلاته بنص الفم. صح، بلاته بنص الفم.
حاضر والله هلفه. العيله دي كده جت في سنه من السنين ما حدش عرفها، دي اسمها بلاتو جلوس الفولد. اسمها ايه؟ بلاتو جلوس الفولد. معلش ناس ايه يا سول ايه ده يا معلم؟ يا جماعه ممكن اسمي يا جماعه لا عشان دي اللي تحت دي الفينا ريفلكس او دي فيشال في خلاص. لا بس مش يا جماعه يا ابني اقعد ساكت بقى خلاص يا شباب. الفين اللي فوق ده ممكن شوف يا ابوي عذاب يعني مش لازم اجيب الحاجه من نفس المكان اللي انت متعود منه. يعني العينه دي جبت السكشن جبت سبوت من ريموفال اوف ماسيتر اللي هو ده. ادي عينه اسمها فينا ريفلكسيا وادي السليفري جلاند اللي هي مين؟ الدرس الباكر سليفري جلاند اهي. ادي الدرس الباكر سليفري جلاند اهي. اهي. مش تحت الفينا ريفلكس كنت بتشوف الدرس الباكر سليفري جلاند؟ اهي. كل شافهم دول؟ ادي الفينا ريفلكسيا ريلاكس ايه ده؟ ادي الفينا ريفلكسيا او الديب في الشلفين وادي الدورس الباكر سليفري جلاند. طيب خلينا في الموضوع بتاعنا. العضلات كلكم حافظينها عشان ما نعيدش ونزيد. كلكم حافظين العضلات. ايوه الارتر والنيرف. ايه هنا في شويه نيرفين. ايه هما؟ اول نيرف تخين جدا وفي دي هنا هو دي اسمه ايه؟ مانديبولار البولار نيرف اسمه ايه؟ بيطلع معاه او منه نيرف اسمه مايلو هايلويد نيرف. النيرف دوت النيرف دوت يا شباب اسمه مايلو هايلويد نيرف بيبقى ماسك هنا كده المنظر ده خلاص. ادي المانديبولار الفولار نيرف وادي المايلو هايويد نيرف. في مشكله في النيرف ده كلكم شايفينه؟ هبشرح مرتين عشان ما تزعلوش خلاص. المانديبولار الفولار نيرف وادي المايلو هايويد نيرف. طيب بعد كده في نيرف اهو اسمه باكل او باكسينيتو. طبعا مش ده اشوفه والله اهو والله والله هيجيبه اهو. ده اللاترال تريجوي ميدال تريجوي اتشالت ده كانت كبيره كده الحته دي. دول يا جماعه عشان اجيب عضل لابد تكون كامله مش هجيب بواقي عضله خلاص. ده باكل او باكسينيتور اوف مانديبولا. باكل او باكسينيتور اوف مانديبولا. نعم لا مش عليك الحاجات دي بس هو دي بتبلر ليه ماشي خلاص. النيرفات اللي بقولها دي اللي عليك يا شباب. الترايجيم ده النيرف بيتفرع لماكزيلاري نيرف مانديبولار نيرف وأوفسالميك نيرف. كل دي فروع مين؟ المانديبولار نيرف. بيدي كام فرع علينا في العملي؟ ثلاثة. باكل أو باكسينيتور أهو. مانديبولار ألفولار نيرف أهوت وطالع منه المايلويد واللينجوال. اللينجوال نفسه بيدينا سوبرفيشال لينجوال وديب إيه؟ أهو. آدي. اللي بره ده سوبرفيشال لينجوال واللي تحت ده ايه؟ الديب لينجوال نيرف. طيب النيرف ده رقم كام؟ يعني النيرف ده اقدر اجيبه من هنا. النيرف ده انا عشان كده اجلت التريكات هنا ما تبص على ده الاول. النيرف ده اللي هو رقم 12 اسمه هايبوجلوسال نيرف اقدر اجيبه من هنا ازاي؟ اهو اقدر اجيبه كده. بص يا شباب ده مين ده؟ ده الكومن كاروتيد نفسه. ده الكومن ايه؟ كاروتيد نفسه. اي نيرف يظهر من تحته كده بابا انا بشرح المجموعه دي. اي نيرف يمشي من تحت الكومن كاروتيد ده الهايبوجلوسال نيرف.
النيرف اللي انا ماسكه ده النيرف اللي تحت الكومن كاروت الدمين الهايبوجلوس النيرف خلاص ده الكومن كاروت نفسه والله العظيم انا شفت النيرف ده مين دكتور اقعد ده مين ده اخلص دي يا بابا اللي فيها كلها نخلص دي الاول وبعد كده نكمل ده مين يا شباب يلا هاي بجلوس سنين طيب فين الجلوس فارينجيال ها تمام مين ده ما بين الهايبوجلوسال والجلوسوفارينجال في مين اللينكو فيشل ايه اهو اللينكو فيشل بيتفرع لايه لينجوال وفيشل فين اللينجوال وفين الفيشل ادي اللينجوال نير ارتري وادي مين الفيشل ارت كويس ايه اللينجوال مش تحت مسمي ايه ده مين ده يا شباب هايبوجلوس النيرف رقم 12 تخين هايبوجلوس النيرف والرفيع ده راح فين هو ده رفيع ده عنه ده جلوس فرينج النير جلوس فرينج النير ما بينهم ارتري اسمه ايه اللينكو فيشل اهو اللينكو فيشل ادينا لينجوال وفيشل والفيشل ادينا صاب ايه صاب لينجو طب المجموعه اللي هنا الله الراس بتاعتكم المجموعه دي بص يا شباب شايفين النيرف ده اسمه باكل او باكسينيتور اسمه ايه كلكم شفتوه باكل او باكسينيتور طب والنيرف التخين ده مانديبولار الفولار نيرف اسمه ايه بيطلع منه نيرف اهو اهو اسمه مايلو هيود نيرف مايلو هيود نيرف بيطلع من ده يبقى المانديبولار الفولار نيرف مانديبولار الفولار نيرف بيطلع منه ايه مايلو هيود نيرف ثواني يا شباب بعد كده ده اللينجوال اللينجوال ده يدينا سوبرفيشال لينجوال اهوت واللي تحت ده مين الديب لينجوال الديب ايه لينجوال بعد كده النيرف رقم 12 هايبوجلوسال نيرف هايبوجلوسال نيرف رقم 12 وده رقم 9 الجلوسوفارينجال فين الهايبوجلوسال والجلوسوفارينجال في ارتري اهو اسمه ايه لينجو فيشال ارتري خليك معايا لينجو فيشال ادينا لينجوال اهوت وادي الفيشال والفيشال ادينا صاب ايه صاب لينجوال ارتري اللي هو ده بعد كده مانديبولار ليبيا لو ماكسيلر ايه يلا اشوفكم على خير يوم الاربعاء ان شاء الله.